مرحبا علي عقيل، وهاي الدبابة راح تصدمك مثل ما صدمتني أنا. هاي التانك 500 من Great Wall Motors، حرفيا دبابة. هذا اللون مو أبيض عادي، هذا يكون pearlescent يعني لؤلؤي، وتحت مسمى Marble White Metallic. القوة والهيبة موجودة، وشعار التانك ضخم جدا، أما الإضاءة Vision LED. أما مؤخرة السيارة التانك 500 اللي عليها سبير تيجي بيها تانكيين على مدى الطرق الطويلة، والصندوق يفتح بهالطريقة. صندوق شفط، ومن المواصفات الجدا جميلة هو الدخول الذكي وعتبات الأبواب الأوتوماتيكية. أما مقصورة السيارة في المساحة جدا واسعة ومليئة بالمواصفات، مثلا كوشنات تدفئة وتبريد وأيضا جلود مع أخشاب، وبقية المواصفات مثلا نظام الصوتي إنفينيتي وبردات خلفية خاصة بيك، والبانوراما موجودة أكيد. أما مقصورة السائق في المواصفات حدث ولا حرج، 4 كاميرات واصطفاف تلقائي وكوشنات تدفئة وتبريد ومساج، وأيضا ثلاجة بالوسط، والماتيريالز كلها ألمنيوم أو حديد أو حتى أخشاب. أما الشاشات 14.6 إنش و 12.3 إنش، وبقية الماتيريالز جدا راقية. عندك ساعة كلاسيك من Great Wall Motors، والمقبض مال جير جدا جميل. أما الستيرنج ويل فهو كله تجلد ومليان بالتحكمات اللي تحتاجها، وأكيد الشفتات. وعندك أمامك هيد أب ديسبلاي. الأزرار اللي هنا تتحكم بقفل المحاور اللي عندك، أما هاي العجلة تتحكم بوضعيات القيادة اللي تشمل النورمال والسبورت، وحتى وضعيات القيادة اللي تخص الطرق الوعرة. قيادة التانك 500 على طرقات السيارة عزلها جدا ممتاز، لأنه الجام كله طبقتين، وأيضا ناعمة لأنها تستخدم نظام بادي أون فريم. تبريد السيارة جدا ممتاز، العزل جدا ممتاز، والمحرك نشط جدا. عن سيارة جدا مريحة بسبب حجم الويلز، الويلز 19 إنش والتاير جدا ضخم، فعزل الطسة جدا ممتاز. هذا تحذير الخروج من المسار. محرك السيارة 3000 V6 Twin Turbo يولد قوة 354 حصان و 500 نيوتن متر عزم دوران، والسيارة أكيد دفع رباعي. جير السيارة 9 سرعات والتبديلة جدا سريعة. أما السيارة على الطرق الوعرة فجدا جميلة، خصوصا ويا أنظمة المساعدة ونظام الدفع الرباعي الجميل، وأيضا الديفلوكس. كاميرات السيارة جدا جميلة، وخصوصا البيرد آي فيو. وأحلى فقرة أنه تجي بصيانة مجانية 5 سنوات وضمان 10 سنوات أو مليون كيلومتر. علي عقيل، till next time.